هذا عندي سكريبت فايل. انا هاي الكلمه اللي كنت افتش عليها سكريبت بدل ام فايل. ما كنا نسميه سكريبت بالاول، كنا نسميه سكريبت بال 2009 كان اسمه سكريبت ولا ام فايل؟ ما بعرفش. انا هون اول مره بشوف كلمه سكريبت. هلا عندي هون الجاما حطيت بس هون عرفت كونستانس. هلا لاحظ احنا الاكس بنحط لها جاما والواي بنحط لها بيتا، هيك الاصطلاح اللي اصطلحناه، والزد بنحطها الفا. هلا بالاويلر ببدا بالزد بعدين بالواي بعدين بالاكس، بالفيكس ببدا بالاكس بعدين الواي بعدين الزد. اوكي، هلا بدك تتذكر، مهم جدا تتذكر لانه هذا ببطل مزبوط اذا ما تذكرتها. تذكر انه الفيكتورز عندي هون كولوم فيكتورز، فالكولوم فيكتورز حتى اعمل ترانسفورميشن بضرب ار زد في ار واي في ار اكس في تي بي، هون تي بي راح تيجي لانها كولوم فيكتور. هلا انت ممكن تعمل الترانسبوز تبع هذول وتعكس الاوبريشنز بتبدا في ار اكس ار واي اي زد، بس وين الفيكتور بيكون؟ قبل. هلا ات ميكس مور سنس انه انا عم بعمل اوبريشن على فيكتور، وين احط الماتريكس تبعته؟ قبله. ات ميكس مور سنس انه الماتريكس عم تشتغل على الفيكتور وبتحركه بتعمل له ترانسفورميشن، فالماتريكس الكولوم فيكتور راح يجي هون لو عملت هاي ترانسفورميشن. هلا في هون انستركشن او في فانكشن اسمها روتيت اكس، روتيت اكس بعطيني 3 باي 3 روتيشن ماتريكس اللي بتلف حوالين اكس. طبعا هون بدك تتذكر البوزيتيف والنيجاتيف من هاي، اللي بتلفني حوالين اكس بمقدار الزاويه هاي. طبعا لازم تكون هذه بالريديانز الا اذا انت اعطيته اوبشن انه تقول له هاي ديجريز، فحولناها احنا بالريديانز. وهذه طبعا ميكس يعني واضحه هون شو الترانسفورميشن اللي عملناه هون. يعني احسن تحط هيك منك تحط رقم غريب او تضربهم. اللي بيجي بيقرا الكود تبعك واضح انت شو اللي عامله، عشان اي واحد بتطلع الكود تبعك بفهم شو اللي انت عامله. لو حطيته انت كونستنت او رقم كلمه يفهم شو اللي انت عامله. هذول ما تهتموش فيهم. هذه ميكانيك كان اعمل له هذا بلوت الترانسفورميشن تي ار ترانسفورميشن بلوت كان راح يفرجيني اياه. وهون جريد اون، عارفين شو الجريد؟ اوكي، عملت انا بوز بوز بس عشان توقف وتشوف عشان اكمل اللي بعده. بعدين نفس الشيء عملنا هون، هاي طلعت 3 باي 3 ماتريكس وهاي طلعت 3 باي 3 ماتريكس. 3 باي 3 ماتريكس هذول هم روتيشن حوالين الاكسس الاصليه اللي موجوده هون. ضربناهم الثلاثه ببعض، والاوردر اللي ضربنا فيه مهم لانه هذول كولوم فيكتورز. فلانه كولوم فيكتور ضربت ار زد في ار واي في ار اكس، شو معناها؟ معناها مين اللي بيعمل اول اوبريشن؟ الار اكس. ار اكس بتشتغل على الفيكتور بتعمل له روتيشن، ار واي بتشتغل على الفيكتور بتعمل له روتيشن حوالين الفيكس واي، وار زد بتعمل له روتيشن حوالين الفيكس زد. النتيجه النهائيه بتطلع ار اكس جديد، ار اكس واي زد اف. اف انا حطيتها هون انها فيكس. فطلعت معي هاي الماتريكس الجديده، عملنا بوز. هلا اللي عملناه هون عملنا ترانيمينج. هلا هدول اذا اخذت ار اكس بعطينا الروتيشن الاولى، مش هيك؟ حوالين اكس. هلا اذا ضربت ار واي في ار اكس اعطاني الترانسفورميشن الثانيه. هلا شو بيعمل هذا الفانكشن؟ تي ار انيميت بيعمل انيميشن للترانسفورميشن من الاولى للثانيه. فانا هون كان بامكاني اسمي انا شيء اسمه ار واي اكس، اللي هي الروتيشن الناتج عن اكس حوالين الفيكس وواي حوالين الفيكس، او بضربهم هون ضرب ما في مشكله. فانا عمالي بقول له خذني من الاوريجن من الاصلي اللي هو 100010. هذه باي ديفولت افترضها لاني ما ذكرتها، افترض انه انا رايح من الاوريجن لهون او من الريفرنس فريم لهون. فراح يحرك السيستم، يحركه هيك بهذا الشكل لحد ما يعمل هاي ترانسفورميشن. هلا عشان اضمن انه يبدا من محل ما وصل، ايش بحط هون؟ ار اكس. فانا هون وصلتهم كاني يعني خليته يروح من الريفرنس لار اكس، بعدين يروح من ار اكس لار واي في اكس، ولاحظ الاوردر صحيح. وبعدين خليته يروح من محل ما وصل هون نزلتها هون يروح لهاي، فعمل الهاي الروتيشنز بالثلاثه، بس هذول كلهم الروتيشنز عملهم حوالين الفيكس. لما رحنا على الثانيه اللي هي السكريبت الثانيه اللي كان اسمها تريبل انجل، التريبل انجل بتسمح لي انا اغير الاويلر. فبعمل روتيشن وبعمل الترتيب اللي بدي اياه فيه. فعكسنا هناك الترتيب بس حطينا نفس الزوايا. حطينا نفس الزوايا هذول بس عكسنا الترتيب. هون عملنا اكس بعدين واي بعدين زد، هناك بالاولر عملنا واي بعدين اكس بعدين زد. نعم. بخلط عن الترمينات عن ار اكس مثلا لار زد واي او من الاوريجن ل تمام، ايش بيطلع معك؟ بتحركهم كلهم مع بعض اللي كنت تسالوا عنه المره الماضيه، مش هيك سؤالك؟ يعني انت بدك تعمل هاي، بدك تروح من ار اكس مباشره او من الاوريجن حتى بصير هاي هيك، مش هيك قصدك؟ خلينا نشيل هدول، راح احط هون هاي راح اعملها كومنتينج وهاي راح اعملها كومنتينج. هلا راح تشوفه بروح مباشره على نفس بس قصدي ما بروح بالثلاث خطوات، هو ما سائل فيك شو اللي عملته، خلص هو بروح من الاولى للثانيه مره واحده. خلينا نشوفها كيف تطلع معنا. ها
هاي هون عملنا ترانيميت من الـ من الريفرنس للروتيشن كلها النهائية. في بوز؟ اه صح، احنا لسه عندنا البوز صح. خليني اسكر هدول عشان يفتح لي اياها هو اوتوماتيكيا. خلينا نروح هون، هاي عندي الزوايا، هاي ار اكس، هاي ار واي، هاي ار زد، هاي ار اكس واي زد، عم بروح فيهم مباشره كلهم الثلاثه مره واحده، يعني وصل للنتيجه النهائيه بس ما وضح لك الزاويه زاويه زاويه. طبعا لو عكست الترتيب ما بوصل لنفس المكان، اه لانها مش اسوسييتيف، فاهمين؟ لو رحت هلا عملت ار اكس ضرب ار واي ضرب ار زد ما بنتهي بنفس المكان، بنتهي بمكان مختلف. نتاكد منها، نرجع على السكريبت من هون وراح اعكس الار زد احط محلها ار اكس والار واي، فكاني عكست الترتيب، وهي ار زد، هذول مش اسوسييتيف فالمفروض انتهي بمكان مختلف. هاي الزوايا هاي ار اكس وار واي وار زد، بس اللي رحت عملته الان اي ابلايد زد بالاول بعدين اكس بعدين واي، المفروض يطلع معنا شيء مختلف عن الشكل اللي حصلنا عليه قبل شوي. نوت اسوسييتيف. نعم دكتور، ما انت بنفسه كيف انت بهالزوايا مع بعض؟ بيعتمد على التايم مثلا بقسم ولا سكريبت ولا ايش اللي بيعمل بالضبط عشان يتفق هاي الحركه؟ هلا هو اللي عامله هون هو بقسم هدول الحركات، وان كانك انت تغير الاوبشن فيها، في اوبشنز معينه، في اوبشنال سيتنجز، بس اذا ما حطيتها خلص باخذ الديفولت، بحيث انك تقول له ايش الستبس اللي انتقلها من خطوه لخطوه، بتقدر تبطئ وبتقدر تزيد عدد الستبس وتنزلهم. هو اللي مبرمجه، مش يعني مش موجود في الماتلاب اصلا. انت بامكانك تعمل هاي الانيميشن تغيرها زي ما بدك، بحيث انه ينتقل من المكان الاول للمكان الاخير مثلا في 20 خطوه، وكل خطوه مثلا 10 مايكرو 100 مايكرو سكند مثلا او هاف سكند او شيء. ترى انه هو عم يعمل ملتيبل 3 دي بلوتس. تمام بالضبط بالضبط، بحط وحده بشيلها بحط الثانيه، فببين نوع من الانيميشن. بس اتس فيري هيلبفول اللي بده يحاول يفهم الزوايا جيد انه يشوف الترانيميت، انه يشوفه اختلف مره واحده، لانه مثلا انت لما تشوف الانيميشن بتعرف انه عم بلف حوالين الاكس ولا الاكس الاصلي، الاكس الجديد ولا الاكس الاصلي، الواي الجديد ولا الواي الاصلي، هل الزاويه بوزيتيف ولا نيجاتيف وهكذا. نعم طيب. نعم هلا لو بنسوي كمان حركه ثانيه نعتبر الاوريجن تبعنا هو الجديده، هلا هون احنا في الـ في الـ في الكود اللي احنا كاتبينه عمالنا بنلف دائما حوالين الفيكست. لا لو بنسوي كمان حركه ما بقول لك رح تلف حوالين الفيكست. افرض انا هلا جبت كمان روتيشن جديده وروتيشن جديده حطيتها حوالين واي، مين واي بتكون؟ وضربتها في هاي اللي موجوده راح تكون واي الفيكس. اسهل لي بالرياضيات اني اشتغل حوالين واي الفيكس، بس اسهل اني افكر بالاويلر انجلز. هذه حلت لي الطريقه، خلتني افكر بالاويلر واعمل الابلكيشن بالفيكس، بس اني اعكس السيكونس تبع الزوايا، اوكي؟ فبفكر الزاويه الاولى، الزاويه الثانيه، الثالثه، الرابعه بالاويلر، بعكسهم وبحط الفيكس ترانسفورميشن. ايوه كان في سؤال؟ دكتور، نحن وصلنا للموقع هذا،